فقرة كرسي الاعتراف زي ما عودتكم مشاهدينا نختبر فيها جرأة وصراحة ضيفي. إن شاء الله ما نخافوش. عندك جرأة وصراحة أنك نسألك أسئلة تجاوبني بصراحة؟ يعني إلى حد كبير. تمام. حنبدأ معاك الفقرة، ولكن قبل هيك خلينا نشوفوا شيفنا شيف كريم شنو مجهز لنا. أوكي. شيفنا لا شنو مجهز لنا شيف؟ باهي أنا بنجيب لكم كوكتيل. تمام. بكره يغني ويتكلم وبكينا ضيافة أحمد. إيه تأخرت اليوم علينا في الضيافة. فيش مشكلة، الحلو يبقى. حسيت إنه يعني حسيتي؟ إنك بابا تدلل فينا هيكي تبي كلينكس؟ بابا كريم. لا لا شكرا للكلينكس. ديتوكس. ديتوكس بالفواكه وشوية أعشاب من حديقة وعد. يا سلام. هذه باهيو. يا سلام. يعني صحي. يعسل الحنجرة. شنو يعزل؟ الحنجرة والحبس. ما شاء الله حديقة وعد ولت أشهر من وعد. فيها بخش وحط ترطب الأعشاب توا، قالت ترطب الأعشاب. لا بس هو صحي يعني. أكيد أكيد. حلو رائع. يعطيك الصحة بابا كريم. طيب خذ هذا حطها. شكرا شكرا شيفنا حبيبي. صح صح. بابا الشيف كريم الألوان رائعة جدا. وتلك حاجة قوية بعدين. الألوان رائعة. بندوق وبنعطيك رأي طول يعني. طول. شو رأيك؟ يلا قبله. بسم الله بسم الله خلينا نشوفه هو قبل ما هو أنا علاش؟ لأن أنا يعني ديما شو نشوف شكله حلو لما يعني الشكل مش زي لا بالعكس بنين. والله لذيذ. لا لذيذ. لا اليوم ما فيهاش خدع اليوم. من غير خدع. ما فيش كل مليح. لا 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 اوكي. اليوم بيفرح بي. ممكن يدارها. بيفرح بي. خاطر الاولى خاطر هي شيف. لا ازوز. ما دام الشيف اليوم. بلادي من الاصابع. حبك معناها حبك. في مفاجآت معناها. نحبني هذا. تسلم شيفنا. نفس الشعور نفس الشعور. وانا في انتظارك. يعطيك الصحة شيفنا شكرا. بتاريخك الكبير الفني تشوف في نفسك خدت فرصتك ولا انظلمت؟ والله إلى حد ما أني خدت فرصة بسيطة، لكن حس نفسي أني انظلمت. كيف انظلمت؟ من عدة جوانب ونواحي. الوقت اللي كنت فيه أنا يعني في دروة أحمد السحيري ما كانش فيه يعني شركات الإنتاج اللي يتبنوا الفنانين، على الرغم أني كنت في فرقة الإذاعة يعني ما كانش فيها تجيء من نوع حقيقي يعني. لهذا السبب طبعا ما تشوفش طبعًا في نفسك إن كان الدعم والتشجيع ماشي لجهة معينة أو ناس معينة؟ إلى حد كبير صحيح. صح؟ صح صح إلى حد كبير صح مظبوط. عانيت فترة أكيد أنت... عانينا مش شوية هلبة عانينا من الموضوع هذا. بما أن احنا حكينا على المعاناة، تجربتك مع مرض السكر وهو السبب اللي خلاك أغلبية الوقت تكون غايب على الساحة الفنية؟ لا ما كانش السبب اللي غبت. لا مش ما كانش السبب. لا لا بالعكس يعني السكر جاني وأنا صغير يعني ممكن في نهاية الثمانينات بداية التسعينات يعني. بس كان صديق لي وكنت صديق لي. عايشت معاه يعني جدا وراثة جدا. وراثة من حيث الوالدة أكيد. الله يرحمه. أنا وعندي أختي وأخوي نفس البرنامج نفس السكر. الله لا بأس عليكم. سكر يسلمك حبيبتي. باهي ما زلت تعالجت منه أو ما زلت لا قاعد السكر يعني مرض ملازم مرض ملازم ولكن إلى حد ما نحاول إني ما نتعاركش أنا وياه يعني باش ما يغلبنيش. باهي شن سبب غيابك عن الساحة الإعلامية؟ قليل انت الظهور في صح لقاءات وعلى صح التلفزيون صح حتى على السوشيال ميديا غايب. شوفي الحقيقه ان يعني السوشيال ميديا في الفتره يعني الجديده هذه ما واكبتهاش لان كانت عندي التزامات اسريه اجتماعيه. التزامي ببعض الحفلات اللي هنا ملزم هنا يعني نأداها ونقوم بها ونخدمها فبعدت شويه على السوشيال ميديا، لكن في جديد ان شاء الله نوعدكم اني حنواكب التطور الحلو هذا ان شاء الله. وفي الفتره اللي قبلها يعني ما كانتش فيها يعني قنوات. مساحه كبيره او قنوات ان هي بتستضيف احمد السحيري او غير احمد السحيري يعني. فهذا الشيء اللي خلاني اصلا متباعد على البرنامج هذا. كان تكون عندك آلة الزمن وترجع بها شن تغير في حياتك حاجه ندم عليها؟
والله شو بنقول لك، هم حاجتين. الله أكبر، أول ضيف يجيني كريم في الإجابة قبل ديما يتهربوا، صريح أعطيني شنو هما. أول شيء يعني أني كنت مفرح حياة أبوي الله يرحمه، ونوصل لي مرحلة من الفرح اللي لا توصف، هذه واحدة. ورقم اثنين كنت نكمل مجال الدراسي فقط، الباقي حياتي كلها حلوة بأصحابي بأهلي بناسي بالوصل اللي عشت فيه وجو اللي عشت فيه كلها كان جميل يعني الحمد لله. في شن قصرت مع أبوك أو شن تشوف في نفسك أنك أنت ما فرحتاش؟ مش قصرت مع أبوي، يعني أول حاجة أني المفروض كملت مسيرتي الدراسية يفرح بي يعني أنه ولد طبيب أو دكتور، هذا شيء. شيء ثاني يعني الإنسان قد ما يعطي لولديه يحس نفسه أنه هو مقصر، يعني تو أمي بطول عمرها يعني موجودة معنا إن شاء الله بيطولنا في عمرها وخلي يعني، لكن أبوي توفى وما يعني ما لحقش حتى على شوية إنجازات يعني كانت كبيرة في مسيرتي، فأتمنيت إنه هو كان يحضرها. راضي عليك أكيد. شنو آخر أكيد. كلمة سمعتها منه قبل رحيلة؟ يعني يرد بالك على طه ولدي، يعني يقول له ولدي الطاهر ولدي يعني، وفي نفس الوقت يعني كانت مزحة وبصارة بيني وبينه وضحك ولعب يعني، بس لا أكثر ولا أقل، خدها من الموت فجأة هيك الله يرحمه، في تعديت واجب عمله يعني الله يرحمه. أعطيني بهي سبب الوفاة أو كيف؟ والله طبيعة عمل والدي طبعا كان يتنقل من بين طرابلس لبنغازي، في يوم من الأيام طبعا طلع من طرابلس وصل لبنغازي، تغدى هو و زملاء الزوز اللي معاه، تم غداهم. طبعا والدي عنده السكر وصحابه يعرفوا كيف هبوط السكر وكيف المرض ويتعاملوا معاه، فاللقطه اللي صارت قدامهم ما هي ما لهاش علاقه بالسكر يعني، كان سكته قلبيه. تغدى وسريح ويعني في اثناء الغداء فطاح ورفعوه المستشفى، فوفاة المنية انه هو ربي يرحمه. كنت معاه في المستشفى؟ لا ما كنتش حاضر في وفاتنا. شن هو الموقف اللي درته في العيلة مش في يوم دفنت والدك؟ كترت عليك الأسئلة سامحني، متأسف جدا أحمد. لا يعني امتجاني زميلة قال لي يعني نبي كتيب العائلة وغيرها. دموعك غالية يا أحمد. يسلمك حبيبتي يسلمك، والأغلى منهم بوي الله يرحمه. ف هاك وجلالي شكرا جيفنا حبيب، الله يرحمه. تسلم يا غالي، تسلم حبيبي تسلم. everything okay خلاص يعني قال لي، فاني عرفت ان هو والدي توفى، وحبيت يعني اني نكلم اسرتي يعني اخوتي واختي وامي، فاخترعت كذبه يعني، لان احنا بنمشوا لي بنطلع من طرابلس بنمشوا لي يعني في منطقه جبليه بنديروا حاله الوفاه غادي، فكذبت عليهم قلت لهم يعني عندنا مناسبه غادي كده ضروري نمشوا لها بنغازي لي لا لجبل الغربي يعني في الاصابع يعني غادي كده، لان الوفاه غادي كده اعمامي واخوالي والناس يعني غادي كده وبندفنوه غادي. فالمهم يعني اقتنعوا بيا وركبتهم في السياره باش انا نعيشهم المود وان نطلعهم انه هو يعني ما فيش اي باس، فتحت المسجل وقعدت نغني معاه باش ان هم ما يحسوش باي شيء غريب او شيء غلط يعني، لين وصلنا غادي يعني ركبتني الهستيريا هذه قاعد كاذب يعني كذبه كذبت حتى لروحي، قاعدين وصلنا قدام الحوش وفي الخيمه وفي يعني المأتم قايم وقاعد نقول لهم انا ايش فيه، لين جاني ولد عمي ضربني كفكي باش انا صحيت شويه كي وكذا، و وهي هذه القصة يعني الأكثر والأقل. والله ما اغفر وارحم له وإن شاء الله رب جميع موتانا. فاصل ورجعين. ويدا حرام عليك.